اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية. بصور الاقمار الصناعية وتبادل ونظام تبادل المعلومات الاي دي اس بي، فان مروحية فرنسية انطلقت من مطار او القاعدة على وجه التحديد، حددت كمطار وكقاعدة جوية لخاركوف. خاركوف هذه كلها لدرونات تركية، وانطلقت من هناك مروحية. إذا تعريف أو رقم التعريف ولمروحية فرنسية، لكن الذي طار هي البيرقدار التركية. انطلاقا من خاركوف وصلت إلى الحدود مع روسيا في مقابل بلغراد، وكان هذا الوضع استثنائيا بجميع المقاييس، إذ وصل على الأقل حسب الروس إلى حدود 200 متر. 200 متر، وفي واقع الأمر فإن المتخصصين يعيدون إلى 50 مترا، يعني أن الوضع فيه بين قوسين استفزازا على حد زعم الروس. لكن هذه الحادثة بالأقمار الصناعية ومن نظام تبادل المعلومات، هنا نجد أكثر من خلاصة. أولى هذه الخلاصات هي التي عبرت عنها أفيابرو بالحرف: إن من البديهي ألا تكون هناك مروحيات فرنسية، لأن هذا جوهر الاتفاق بين باريس وموسكو. هذا يؤكد أن اتفاقيات سرية أيضا تجري كشفها هذا الأتراك أو أيا كان الأوكرانيون الراغبون في كشف أوراق من معهم ومن ضدهم. واتخاذ هذه المناورة يريد إرسال الأوكرانيين، يريدون إرسال رسالة إلى روسيا بأن الأوكرانيين لديهم كل الصلاحية انطلاقا من الناتو، انطلاقا من التعاون من داخل الناتو ومن العلاقة الثنائية الدفاعية بين تركيا وفرنسا، أن يمكنوا بيرقدار تركيا من رقم تعريف المروحية الفرنسية من أجل إنجاز عملية ما، عملية تجسسية بامتياز. وكانت هذه البيرقدار تي بي 2، كانت مسلحة أو ملاكمة مفخخة أيا كان الاصطلاح. إذن بالنسبة لي هذه المرحلة كشفت لي كيف على وجه التحديد أن المروحيات الفرنسية لن تشارك في الحرب ضد روسيا، وهذا الذي فاجأ كييف بشكل مباشر. كان من المتعود عليه أن يكون لكييف مثل هذه المناورة، هذا الهامش يجب أن يكون عند كييف لمواجهة روسيا. نحن نتحدث عن قوة عظمى، لكن بالنسبة للفرنسيين حسموا بألا يكون سلاح المروحيات في مقابل القوات هناك، ولا في تحرير القرم ولا في دونباس. وعندما يعلن الفرنسيون بالحرف، وهذه المفاجأة الثانية، أن دونباس لن تقاتل فيها فرنسا، فهذا الذي أعطى الصفقة لبايدن. إذا الاتفاق ليس أمريكيا، وما قاله بايدن بخصوص الغزو المحدود أو التدخل المحدود أيا كانت الترجمة والتسمية، فإن الوضع على العموم كان من خلال إعطاء وعد مباشر من ماكرون للرئيس الروسي بأن القوات الفرنسية لن تقاتل ولن تكون هناك مروحية واحدة تطير في دونباس كما يفعل الأتراك لوحدهم الآن. إذن هذه هي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، من خلال نظام تبادل المعلومات الـ EDSB، فإننا سنرى على أن هذه القطع الجوية المتنقلة وصلت إلى حدود سرعة 150 كيلومترا في الساعة. يكفي أن كنوع من التحدي، هل هو تركي؟ هل هو أوكراني؟ لا يمكن الجزم بهذا، لكن تركيا تساهم وتستثمر بشكل أقوى في الكرامة الأوكرانية. ذهبت هذه الطائرة وعلى حدود في حدود تماما حوالي 100
إلى 150 كيلومتر. وتخيلوا على أن أريب روت تشهد بأن هناك بين 150 والمئتين، وواقع الأمر أنها وصلت إلى حدود مستقرة في 80 كيلومترا في الساعة للقصف، لدفع الروس إلى قصف البيرقدار وخلق أزمة. ومن هذه الأزمة يمكن معرفة آنذاك إلى أين سيذهب الوضع. هل دونباس أوكرانية؟ وبعد هذه الصفقة التي ما بين بايدن، والآن يكشف عن موقف فرنسا من خلال هذه اللعبة الشديدة الذكاء، هل الأمر يتعلق بأن دونباس ليست أوكرانية؟ أليست من الوحدة؟ ولذلك فالروس كانوا أكثر دهاء عندما لم يمسوا هذا، لم يمسوا البيرقدار، لأن الأزمة ستكون مفتوحة مع تركيا في جبهات متعددة. ومن جهة ثانية سيدفع تركيا إلى المزيد من التواجد، خصوصا وأن هناك حوالي 2000 جندي. ما لم هذا السر الثالث أو الرابع على أي، فإن 2500 جندي التي قال الناتو بصعوبة وصولها إلى هذه المناطق، تركيا دفعت 3200 مقاتل هناك. هذا الذي سماه بين قوسين الرئيس بوتين بأنها القنبلة الحقيقية المخيفة، هكذا عبر عنها، إنهم إسلاميون وإرهابيون وغير ذلك من الاصطلاحات المعلومة. تركيا تنقل لصالح القرن من يقاتل إلى جانبهم من شيشانيين وقرغيزيين وغيرهم، وهؤلاء اليوم يجسدون 2500 في قاعدة اليوم تتبع لوزارة الدفاع الأوكرانية دون أن يكون لديهم أرقام وزارة الدفاع الأوكرانية، وهذا خاص لتركيا. إذن العملية كلها في هذا الوضع الحساس للغاية، فإن هناك جنود أتراك محسوبون على تركيا. وبالنسبة على الأقل لبوتين فلا يناقش إلا أمرا واحدا، لماذا كل هذا التواجد؟ هم يعرفون جيدا، وكما قال مقال لطبقه قرأه بوتين، يراجع فيديو في هذا الموضوع، نقلنا المقال بشكل كامل لكشف النوايا الروسية، يقول بأن هؤلاء الإرهابيين يخافوا منهم بوتين أكثر مما يخافوا من أي شيء آخر، لا يريدوا لا حلفاء ولا غيرها، الكل يتجاوزه إلا مشكلة هؤلاء الإرهابيين وحرب المدن. يمكن في أسبوع واحد يمكن من خلاله فقط الوصول إلى إسقاط أوكرانيا، لكن المقاومة انطلاقا من ما بعد الأسبوع الأول وفي المدن وحرب المدن، هذا الذي يزعزع الغزاة الروس على حد زعم المقال، وهذا الذي قرأه بوتين مرتين على أقل تقدير، وفعلا يكشف جميع الحقائق. يراجع هذا لماذا تحديدا؟ لأن اليوم فيه قراءة جديدة بالنسبة لتركيا، يمكن تحريك الحرب في دونباس يجب أن تحسم المعركة ويصل الجنود الأوكرانيين إلى الحدود الدولية لإقرار بعدها الحقوق الدولية في القرم، فلا معنى لعدم الوصول إلى الحدود والأوكرانيون يطالبون بإتمام الوحدة. أي وحدة يريد الأوكرانيون إن لم يصلوا إلى دونباس، إن لم يكن لديهم دونباس، الخلاف حول دونباس، إذن عليك بالهجوم، هكذا يقترح أردوغان. عندما تخلى مباشرة الغرب على أوكرانيا في هذا الإقليم من أجل إرضاء بوتين، فالأمر بالنسبة لأردوغان واضح للغاية، مسألة شديدة الأهمية تتحدد في الهجوم على دونباس. أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم، والوصول إلى جعل الأوكراني في مقابل الروسي، أنا ذاك من حق روسيا أن تقول بأن أوكرانيا ليس عليها أن تدخل إلى الناتو. الجنود الأوكرانيون اليوم إلى جانب حلفائهم على الجبهة، هذا هو أهم ما يمكن تقديره حاليا. هذا الذي يعرف أردوغان جيدا كيف يخاطب بوتين. بوتين يعرف القوة،
فرض الأمر الواقع وبعد ذلك نتفاوض نأتي وكما كان الأمر عليه في 2014 الكل صدق بوتين وبعدها دخل الكرم وفرض الأمر الواقع. لا يصدق بوتين ببساطة شديدة أمام استراتيجية بلادي لا يصدق. دونباس هي دونيتسك، تعلمون ما معنى دونيتسك عند الروس؟ بأنها جزء لا يتجزأ، لا يتجزأ، إنها إقليم واحد فعلا، وحدة جغرافية واحدة. لذلك فبالنسبة لدونيتسك عند الفكرة الروسية فهذا أمر متجاوز. لذلك فالصراع ما بين دونيتسك وما بين دونباس، ما بين هاتين المقولتين تحسم كل شيء. وبالتالي فإن بوتين على الأقل يقف مع حليفه خطأ أو صوابا، ويطلب أيضا من حلفائه أن يقفوا معه كان على خطأ أو صواب في مقابل القانون الدولي أو غيره. المهم أن العملية كلها مسألة منطقة القوة، وفي المناطق التي لا تمس المصالح الروسية هنا يحضر القانون الدولي تماما. انظروا إلى هذا في كل ما يتعلق ببوتين. بوتين القوة هي التي تحسم، فرض أمر واقع هو الذي يحسم. ماذا فعل الأتراك؟ قادوا العملية مباشرة في طرابلس وباتجاه سرت بوضوح شديد. ولولا الحسابات حول سرت لكان الأمر شيئا آخر. إذن هذه نقطة بالنسبة أيضا لناغورنو كاراباخ، بالنسبة أيضا لإدلب. انظروا إلى كل هذا سنجد على أن نفس المقياس، من أراد التعامل مع بوتين يفرض واقعا ثم يفاوض من أجله، وهذا الذي يفعله تماما. إذن بالنسبة للبيرقدار ووصولها إلى هذه المسافة الضعيفة واستقرارها مباشرة في دونباس وطيرانها على هذه الحدود وأيضا في كل المناطق وفي القرن، إذن روسيا لا تريد، تحت دعوى أن لا تريد أن تبدأ الحرب، ولا تريد أن تبدأ الحرب مع تركيا على وجه التحديد. قد يكون لديها ثأر بالنسبة لإسقاط طائرتها على الحدود مع تركيا، كانت تجربة قاسية لروسيا، لملمت جراحها وسكتت، والآن تطير هذه الطائرة وبالأقمار الصناعية وبأرقام فرنسية. يجزم الروس أنهم صدموا عندما رأوا أن الرقم التعريفي للبيرقدار هو تعريفي فرنسي، وأن الأمر يتعلق بتجسس كامل باسم فرنسا. يتجسس الأتراك في أوكرانيا ويسلمون المعلومات بشكل كامل إلى أوكرانيا. هذا هو الوضع اليوم، وضع شديد الحساسية، وهذا الذي يقف معه الجميع. كان يدرك جيدا أردوغان أن العملية من كازاخستان وإلى هذه المنطقة بعد انسحاب آخر جندي روسي، كان يدرك أن الأمر لن يستقر هناك. الصينيون قالوها، الأتراك إن حضرتم سيحضرون، لذلك فغيبوا كي يغيبوا. الأمر واضح عندما تصل بالترجمة عن الصينية تقرير لهذا الموضوع فغيبوا، فهذا يكفي. بالنسبة أيضا هناك 2000 إلى حدود 3000 ويزيد من المقاتلين وأيضا من البيرقدار، وهذا الذي يشكل بالنسبة على الأقل لروسيا لا يمكن أن تربح دونباس. مع هؤلاء المسمون جهاديين لن تربح دونباس، ولذلك فيقرر أردوغان أن العملية كلها ستصل إلى قلب القرم. لكن بالنسبة لزيلينسكي لا بد من معادلة. يقول أردوغان اذهب وفاوض، لا تترك أحدا بدلك يفاوض، وفعلا قرر، وهو الذي اقترح على الإعلام علانية أن يكون هناك لقاء بين زيلينسكي وما بين بوتين. الأمر لا يتعلق أبدا برئيس أمريكا ورئيس روسيا. أصحاب الحق وأصحاب الذين يناهضون هذا الحق يجلسون آنذاك، سيقبل الجميع ما توصلوا إليه، وليس من حق النيتو أن يفاوض باسم أوكرانيا.
حق الأوكرانيين الذين يدافعون عن سيادتهم أن يكونوا هم الأول وهم الذين يفاوضون بوتين. المسألة ليست مسألة ميزان قوى كما قال زيلينسكي في تغريدته، نحن أيضا دولة عظمى. على أي حال هكذا يمكن اليوم الجزم بأن اللعبة التي لعب بها أردوغان وزيلينسكي بخصوص الرقم التعريفي لفرنسا، هذا الذي أزعج من جهة الروس وكشفوا أن هناك اتفاقا سريا بين فرنسا وما بين روسيا حول عدم استخدام أي طائرة أو مروحية فرنسية في دونباس. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.